مشاهدينا اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم طبيب اليوم. النهارده دكتورتنا هتكلمنا عن المفاجاه اللي كلنا مستنيينها من المره اللي فاتت، مش بس كده ولكن هنتكلم عن احدث جهاز وصل مركز كريس لازاله الشعر. هنرحب معانا بدكتور اسراء عبد المنعم جوده، اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل وعلاجه السمنه والنحافه وعضو الجمعيه البريطانيه لدراسه السمنه. محاور حلقتنا النهارده وهي كيفيه التخلص من الترهلات في جلسه واحده واحدث طرق لازاله الشعر. برحب بيك يا دكتور منورانا النهارده. عايزه ابدا معاكي بالمفاجاه. المفاجاه الناس كلها على مستنيه. احنا كنا فات قلنا ان احنا جبنا جهاز بيشد الجلد من مره واحده بس. فانا ما قلتش اسم الجهاز وما قلتش الجهاز بيشتغل ازاي، ما قلتش اي حاجه. فهو النهارده احنا هنقول عن الجهاز. هو جهاز هايفو. الهايفو هو التقنيه المستخدمه في الجهاز، ما قلتش اسم الجهاز طبعا، بقول اسم التقنيه المستخدمه فيه. هو جهاز الاول في العالم لشد الجلد بعد الجراحات او بعد السمنه، او خصوصا السمنه المفرطه وتكميم المعده وتحديد مسار وتدبيس المعده وما كل ذلك. بالظبط. فهو الفكره ان الجهاز ده ايه المفاجاه اللي فيه؟ ان هي جلسه واحده، انا بتشد الجلد بعد جلسه واحده بس. ده في ناس كتير بتبقى مرهقه من كتر الجلسات. بالظبط. هي جلسه واحده في العمر، متابعه الدايت والجلسات اللي بيستخدموها في اجهزه للتخسيس، فبيجي على شد الترهلات وبيزهق. بالظبط. ما هو بصي على فكره يعني هو الترهلات اسوا من السمنه. فاللي انا عايزه اقوله ان احنا لو هنقدر نعالج السمنه بالنحت البارد وبالحقن وبكل التكنيكس الموجوده، فاحنا برضو نقدر نعالج الجلد المترهل في جلسه واحده باعتماد يعني باعتماد من الاف دي اي. ده الجهاز نفسه معتمد من الاف دي اي، من منظمه الصحه العالميه، من دبليو اتش او، ومن وزاره الصحه المصريه، ومن الاتحاد الاوروبي. فبالتالي زي ما بقول دايما ان انا كلامي بدون ابروف عليه هو ليس له اي قيمه. فعلشان كده الجهاز هو الاول من نوعه في مصر كلها وفي الشرق الاوسط بشكل عام. هو الجهاز الاول لعلاج الترهلات من جلسه واحده بس، لان الجهاز نفسه بيستخدم للجلد مش بس الترهل، يعني سواء حتى الجزء الجلديه منه اللي هو جزء شد الرقبه او جزء علاج التجاعيد او علامات تقدم العمر. فهو ليه كذا طريقة. وبعدين اهم حاجة في التكنيك نفسه ان هو ملوش اثار جانبية، ما بيتفاعلش مع حاجة، مش مادة كيميائية، مثلا مضاعفات، مفيش اي تعب، ملوش مضاعفات، ملوش بريكوشن خاصة، ملوش احتياطات خاصة، ملوش تحضير. كل الكلام ده طبعا مفيش. هي جلسة نص ساعة ساعة وبيروح وخلاص وخلص. طب تكنيك الجلسة بتكون ايه؟ بصي مش فكرة تكنيك الجلسة، احنا ممكن نقول نتيجة الجلسة. نتيجة الجلسة بتبان من 3 أسابيع لـ3 شهور. طيب هو بس الاول نعمل بس فلاش باك كده، احنا هو الجهاز بيشتغل ازاي؟ يعني هو ايه فكره الجهاز بمعنى اصح؟ ده التكنيك اللي كان قصدي عليه. مش شكل. انا فهمت بس ان احنا ازاي بنشتغل الجلسه. طبعا هي التكنيك الجهاز او التقنيه اللي هي العلميه للجهاز هي عباره عن انه بيوجد حراره بتوجه بشكل مباشر للجلد، فبيبدا يحصل حاجه اسمها كواجيليشن للسيل، يعني الخلايا بتبدا تموت وبيبدا ينبت خلايا جديده تماما. طيب ايه هي الخلايا دي؟ احنا عندنا الجلد من المكونات الاساسيه عند الكولاجين والالاستين، معروفه جدا. الناس اللي حصل لها اوفر ستريتش، الناس اللي حصل لها ترهل، الناس اللي حصل لها تقدم في العمر، كل المشاكل الجلديه بشكل عام نتيجه ان الكولاجين ده والالاستين الموجود باظ، ما بقاش كويس، بقى كفاءته قليله جدا. فاحنا كل فكرتنا في كل التكنيك السابقه ان احنا بنزود الدوره الدمويه بحيث ان احنا نبدا نحسن من النوع الموجود. نحسن بس خلي بالك من احنا بنحسن أكيد. مش بنغير، ما عمرنا ما هنغير. لكن الجهاز الجديد بيغير. ليه؟ لانه بيقضي على الموجود تماما وبيبدا ينبت نوع جديد من اول وجديد. لكن ده بيحطنا في حته تانية انه بينبت نوع جديد، وهي دي اللي ليها علاقه بالفتره الزمنيه لظهور النتيجه. يعني ايه؟ عشان كده حضرتك بتقولي من 3 أسابيع لـ3 شهور. ليه؟ علشان العمر. لو واحد عنده 20 سنه غير واحد عنده 50 سنه. علشان النوع اللي هو الجنس، ولد او بنت، راجل او ست، وهكذا. دول حاجتين مهمين جدا 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 بيأثروا على النتيجه. لكن هم دول اول حاجتين ليهم علاقه بالفتره الزمنيه. طبعا عايزه اقول حاجه، طب هي جلسه في العمر ولا هي جلسه في السنه ولا هي جلسه كل سنتين ولا هي ايه بالظبط؟ لا، على حسب النيد. يعني لو انا بعمل لشاب عنده 25 سنه بعد عمليه شد، بعد عمليه تخسيس مثلا، او بعد ما خس 40 50 كيلو، حضرتك انت جلسه في العمر.
طب ليه جلسه في العمر؟ لان حضرتك الكولاجين بتاعك اساسا شاب صغير. اللي اتشال واتحط مكانه نوع جديد هو نوع لسه صغير. فمش هيرجع تاني. طب بالنسبه للي عندها 60 سنه بقى وبدات عملت لها مثلا بعض التجاعيد او احنا معانا صور كمان. بصي دي صور احنا عشان احنا الجهاز قبل ما ننزل نتكلم عنه عملنا ديمو وجبنا حالات بيفور وافتر. يمكن من الحاجات المبهره جدا جدا علاج البطن والدراع. في ناس بتكتشف بس نصكم او مثلا شفايف بسبب حتى في البيت بسبب الترهلات اللي طبعا انا عايزه بس اقول حاجه ان انا اول ما اشتغلت بالجهاز انا شخصيا احبطت جدا 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 لاني كنت متخيله ان من 3 اسابيع الى 3 شهور ده كلام ابحاث ولا يعني المفروض يقوم المريض اللي قدامي انا حاسه الجلسه يعني على الاقل حتى اسبوعين. لا انا احبطت جدا لقيت انه بعد اسبوعين مفيش تحسن ولكن بعد شهر ونص فوجئت ان التحسن دي الرجل دي ترهلات البطن ترهلات البطن طبعا هنا سمنه وشد يعني مش بس شد لكن في واحده تانية شد بيور شد موجود يمكن نشوفها دلوقتي ده دراع برضو سمنه وترهل طبعا من اسوء الاماكن لاي بنت الدراع لكن الحمد لله احنا بنقدر نعالجه. بصي الصوره دي بقى تحفه الصوره دي شهرين ونص النتيجه دي طيب ما فيش دايت معين ولا بقى ولا اشرب ميه الصبح ولا مش ميه ولا اي حاجه على يعني كميات ميه معينه لا 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 في خالص الاكل امشي خالص خالص بصي بيعيش حياه طبيعيه جدا والجلد بينه فيه هو اللي بيتحسن. عارفه فكره الهايفو حاجه مهمه جدا احنا بنقول النهارده ان جراحه الترهلات احنا مش عايزينها طبعا انا مش بتكلم على السيفير كيسز يعني انا بتكلم على ده دي بقى نقله ثانيه اللي انا بالزبط. لازم اهتم بيها لان سيدات كتيره جدا بتعاني من ده بتعمل ده بعد شهر بالظبط بتعامل بوتوكس وفيلر كذا جلسه علشان توصل النتيجه زي دي وخيوط وحاجات جديده حاجات كتير لطيفه جدا جلديه لكن بصي انا عايزه انوه عن حاجه مهمه جدا ان جزء الجلديه هو اللي بتشرف عليه دكتوره اخصائيه جلديه وليس انا يعني عشان برضو احنا ناس بنحترم التخصص جدا احنا كمركز جلدي لو حاجه خاصه جلديه كشد بشره كشد بشره كحقن كبوتكس كفيلر كأي حاجة كحتى استخدام جهاز الهايفو بتبقى الدكتورة الجلدية اللي بتشتغل الجلسة وهي اللي بتشرف على الجلسة. بس عايزة أقول حاجة على الصورة اللي ظاهرة حالا. الصورة دي أنا ما كنتش متوقعة إن ممكن توصل للريزلت دي ولكن زي ما أقولك أنا أحبط لما شفت الكيس كده في الأول كنت بعمل ترايل يعني أنا معلش نرجع بس بالصورة تاني ممكن نرجع للصورة اللي قبليها شيء بعد إذنك. بالظبط الصورة دي أنا أول ما اشتغلت مع الكيس كانت بالوضع ده. أنا طبعا تو بي اونست عشان ابقى امينه معاكي ما توقعتش انها توصل لده خالص. يعني خلاص انا قلت أنا بعمل اللي عليا. لا يعني انا بجرب انا جايبه الجهاز ده يعني انا بجرب النتيجه اشوف عامله ايه. احنا كنا انا كنت بقول يعني لو وصلت 50% فاحنا هنبقى كده في انجاز ده انجاز بعد 3 شهور. انا لقيت النتيجه معلش الصوره تاني يا جماعه يعني الصوره تاني ثبتها لنا بعد اذنك مش عارفه بيمشيها ليه مضايقاك فاحنا لقينا النتيجه دي ظهرت معانا خلال شهرين بالظبط. انت شايفه الفرق؟ انا بس عايزه اوضح حاجه ان ده رهيب. ان ده لما تبقى جلسه واحده بس اللي اتعملت ووصلت للنتيجه دي خلال شهر واحد خلال شهرين انا اسفه طبعا هايله ومش هايله بس هايله جدا 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 اللي احنا كده تقريبا وصلنا ل 85% تحسن. هل بتشوفي ان من 3 اسابيع لثلاث شهور ده بتعتمد على نسبه الترهلات اللي موجوده؟ يعني لو ترهل ضعيف ممكن بعد اسبوعين ثلاثه بكتير لا مش بكتير. بصي خلينا بس نقول انه من 3 اسابيع لحد 3 شهور يعني ببدا اشوف نتيجه بعد 3 اسابيع بالظبط مش بالزبط. قبل 3 اسابيع يعني والله يا حد حظه حلو جميل لكن انا خلينا بس على حسب طبيعه الجلد ممكن كمان بالظبط ما انا قلت لك بقى في اول بدايه الكلام حاجات كتيره حضرتك قلتيها معايير معينه بتأثر. هي 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 فكره السن وفكره النوع دي بتاثر جدا 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 يمكن برضو هو كان عرض صوره للجبهه الجبهه هنا طبعا زمان كنا بنيجي نعمل الحاجات دي بنعملها حقن لكن برضو مع الهايفو الدنيا الطف بكتير جدا الحقن ساعات بيخلي فيه مفيش رياكشن في 3 اسابيع ثلاث اسابيع دي 3 اسابيع دي 3 اسابيع طبعا يمكن كمان انا شفت الكيس بعد 3 اسابيع ولكن هي بتقول لي انها حست بفرق بعد 10 ايام. انا تو بي اونست برضو اول ما شفت الكيس هو ايه ده هو ايه اللي حصل في حاجه متغيره ما خدتش طبعا متوقعتش ان انا ممكن توصل لحاجه زي دي وكيس 55 سنه برضو مش صغيره. طبعا بس بسم الله ما شاء الله طبعا الريزلت حلو جدا وعايز اقول لك ان الجهاز جايب نتائج هايله جدا مبهره جدا والله فعلا احنا لما كنا بنجيب الجهاز في البدايه ما كناش متوقعين انه يبقى بالشكل ده
خصوصا خصوصا في الجسم. انت قلتي حضرتك على ان حسب السن، انت بتقولي لو شاب صغير هتبقى جلسه واحده في العمر. بالظبط. بالنسبه لتجاعيد الوجه وكده، بصي بقى دي بتبقى كذا سنه، ممكن في ناس بتقول بعد 6 شهور، في ناس بتقول بعد سنه، في ناس بتقول بعد سنتين، في ناس بتقول بعد 3. يمكن بالتقنيه العلميه لا، هو مش قبل ابدا سنه ونص سنتين، مش قبل الفترة دي. لكن في السفير بقى، يعني لو حالة زي دي لا ممكن سنتين عادي، مش مشكلة 3. لكن في الحالات السفير، في الحالات القوية جدا 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 لا، دي ممكن بقى دكتورة الجلدية اللي تقرر فيها، مش أنا، عشان برضو أنا ما عنديش خبرة كافية في البوينت دي. لكن يعني هي كنت كنت معاها وسألتها نفس السؤال، هو طيب لو حد كبير جدا، قالت لي لو حد كبير جدا ممكن كل سنة بيعمل جلسة واحدة، والمفروض إنه بيحافظ على ده لو عمل مينتيننس كل فترة، يعني مثلا عمل كل سنتين مثلا عمل جلسة كمينتيننس، يعني كحفاظا على وجهه. حضرتك قلتي مفيش اي بريكوشن ليه، مفيش اي تحضير، مفيش حاجه بعد كده، ما بقولش راحه، ما بقولش ما تخرجش، ما بس يعني. يمكن عايز اقول لك حاجه، يمكن بس عشان احنا بنطمن الناس، بنوصل لهم. يمكن بس اقول لك حاجه، دينا هي عارفه ميزه الجهاز، انا ليه عاجبني الجهاز جدا وليه فرحانه بيه، علشان حاجه، الناس اللي عندها ترهلات لما بتلجا للجراحه هي بتبقى من البدايه خست عشان تبقى شكلها حلو، لا هي وصلت انها خست بس عندها ترهل شديد جدا في الجلد، بعد الترهل بدا عندها خطوط وعلامات موجوده في جسمها كله. فلا انا بتكلم على البنات، مش مهم قوي الولد، لان الولد ما يعني في مصر عندنا الولد ما بيفرقش، ما بيهمه دلوقتي دلوقتي بيهمهم، بس يمكن زمان فرقت شويه. لكن البنات بشكل اكتر بيهمها طبعا، اكيد في الاساس تتجوز، خصوصا لو داخله على مناسبه او فطبعا بتبقى الموضوع بالنسبه لها مقلق جدا. فعايزه اقول ان بجد بالجهاز ده او بالتقنيه دي احنا مش هنعمل، مش هيبقى في خطوط تاني عندنا، مش هيبقى في علامات، مش هيبقى في تشوه في الجسم. يعني لو انت بتحلمي بالجمال فانت وصلتي له بدون جراحه، بدون ما حد يعرف. في بنات ما بتحبش تقول ان عندها ترهلات، وما بتحبش حتى تصارح يعني اي حد بالموضوع ده. فطبعا لما تيجي تعمل جراحه بتنكشف اللعبه كلها، فطبعا هي طبعا هي حقها انها تخبي حاجه زي دي، حاجه شخصيه بالظبط. لكن مع الجهاز ده انت خلاص مش مضطره ان حد يعرف ان انت عندك مشكله. وفي جلسه برضو يعني برضو مش محتاجه تروحي وتيجي كتير، محتاجه بس مره واحده بس تعملي ده وخلاص، والنتيجه هتبان معاكي خلال 3 شهور، خلال يعني 3 اسابيع 3 شهور بعد الجلسه يعني. بالظبط. طيب حاجه جديده حضرتك مركز جريس بيقدمها للمرضى، وهي غير طبعا الهايفو، هو الجهاز الجديد لازاله الشعر بالليزر. احنا الحمد لله يمكن زي ما قلت قبل من شويه، احنا معانا ستاف جلديه دكتوره مهنور، هي دكتوره بروفيشنال جدا، يمكن هي اللي مختاره برضو نوع الجهاز اللي هنشتغل بيه. هو جهاز ليزر لازاله الشعر وعلاج الشعرات الدمويه والدوالي بدون جراحه. الجهاز هو الاول من نوعه في الشرق الاوسط او في مصر، بلاش بحبش كده الشرق الاوسط، خلينا في مصر، خلينا في مصر عشان برضو ما يبقاش الكلام واسع. في مصر هو الجهاز الماني برضو معتمد. في صوره دي طبعا، دي صوره ازاله الشعر بالجهاز طبعا نتيجه هايله جدا. الميزه بقى في الجهاز ده، انا عايزه اقول بس حاجه، ايه الفرق ما بين الجهاز ده واي وبين جهاز تاني؟ بالظبط. في حاجه اسمها السبوت سايز، يعني يعني المساحه اللي بيتضرب بيها الليزر في المنطقه. احنا عندنا المساحه لازم ليها شطس معينه، فاي جهاز غير الجهاز اللي انا بتكلم عنه ده بتبقى مساحته صغيره، بتبقى بيعمل بيرن، بيعمل مش حرق بس بيعمل احمرار عالي جدا، بيلسع جدا، بيوجع جدا. الجهاز ده في ميزه مهمه جدا جدا جدا، ان ضربه الليزر بيبقى معاها تبريد في نفس اللحظه، فبالتالي مفيش وجع. مش بس كده، لا كمان عدد الجلسه بيفرق، يعني لان المساحه كبيره فانا بقدر ادي باقل عدد من الشوط، بغطي مساحه كبيره، فبتبقى التكلفه على المريض قليله. الاهم من كده ان المريض مش محتاج كل اسبوعين ثلاثه يعمل جلسه، كل 6 اسابيع يعمل جلسه، وهم الجلسات اللي بيعملها 4 جلسات ماكسيمم 6. انت متخيله يعني ايه؟ بالظبط. شايفه بصي زي التشين دي كده مثلا، الصوره دي بعد جلستين خلاص راحت، خلاص انتهت القصه. يمكن كمان يعني ده دي في اول ما بدات، يعني تاني مره. في بنات برضو بيعندهم شعر الوجه غامق جدا كده، طبعا كل ما كان الشعر غامق والتفتيح وما اعرفش ايه، لكن طبعا الليزر مفيد جدا. كل ما كان الشعر غامق طبعا كانت الريزلت احسن جدا. الشعر الغامق الريزلت معاك طبعا احسن، الفواتح حظهم بيبقى سيء شويه لان بيبقى الايفكت ضعيف. اللي انا عايزه اقوله بقى، وخصوصا والصوره دي محطوطه كده، ان الجهاز ده اول جهاز
بشكل عام في اجهزه الليزر كلها بيتعامل مع حاجه اسمها الفاين هير اللي هو الشعر الصغير جدا الصغير جدا اللي مفيش جهاز بيعرف يعملها غيره. وفي شعر اللي بيكون تحت الجلد كمان بالظبط. كل الفاين هير بيبدا يتعالج بالجهاز ده وبيبان نتيجه بعد اول جلسه على طول. ويمكن هو ده السبق في الجهاز نفسه، انه مش بس البين اقل، مش بس التكلفه اقل، مش بس ان الجهاز الماني فروم اي تو زد، مش بس ان هو بياخد سبوت سايز كبيره، بياخد مساحه كبيره، لا هو كمان اول جهاز من نوعه بيتعامل. يمكن الناس اللي فاهمه في الليزر هتعرف ان دي حاجه هايله جدا، ان اجهزه الليزر لا تتعامل مع الفاين هير ولا تتخلص منها نهائيا. يمكن ده بيظهر عند البنات عشان كده يقول لك يعني ما تعمليش ليزر، اصلك بتلاقي في الاخر في شعيرات صغيره بتزهقك. لان الجهاز ده هو الاول من نوعه الذي يستطيع التعامل مع الفاين هير، الشعيرات الصغيره الصغير جدا اللي مش بيتجب اي حاجه خالص ومش بيبان. فيمكن دي حاجه هايله جدا، لان كده البنت اللي عندها بعض الشعيرات في وشها او في ايديها او في صوابعها، يعني ايا كان بقى المكان اللي الحاجه اللي مضايقه الشخص بالظبط هتبدا تختفي تماما. يعني تمام. بس هل في مثلا بتقولي لا ده الجلد ده حساس مش هقدر اعمل عليه؟ طبعا نبدا بقى نقول حاجه ان احنا برضو بنحب في تيست في الاول بالظبط. الكلام ده بقى بتبدا مين تعمله؟ احنا طبعا عايزين نقول حاجه مهمه جدا يا جماعه، ان جهاز الليزر لازم اللي يشتغل بليزر يبقى دكتور، مش فني، مش مساعد. فطبعا دكتوره ماهي نور هي مش دكتوره، هي حد بروفيشنال، اخصائيه جلديه بروفيشنال جدا في الجلديه، عامله زماله في التجميل والجلديه. فهي بتشتغل بجهاز بنفسها، يعني مش بتجيب واحد مساعد هي الدكتوره شغاله نفسها. فبالتالي هي بتعمل التست، هي بتعمل بتشوف انت محتاجه بالظبط قد ايه، ما بتجريش ورا حته اللي انت تعمليه وخلاص. لا هي لازم اشوف نتيجه علشان اكون انا اثبت ان انا الجهاز كويس وان انا دكتوره. لا بالظبط، لا هي عايزه ان المريض نفسه يبقى في حاجه اسمها سيفتي للمريض. بص طبعا احنا بنسمع عن واحده بتعمل ازاله شعر اتحرقت اتلسعت مش عارف ايه، الوجع غير مقبول، بتقعد تعالج في حروق قد كده فتره طويله. طبعا ده بيبقى اللي شغال، دي التخوفات اللي بتخلي الناس بتخاف من الاجهزه. فلما يبقى اللي شغال دكتور طبعا احنا يعني خلاص بقى الدكتور اللي شغال معاكي ودكتوره بروفيشنال جدا في حته الجلديه. مش بقول لك حتى انا ما اعرفش، لا دكتوره جلديه. يعني التست ده حضرتك بتعمله دكتورة مثلا بتعمله دكتوره مينور بتعمله التست وبتنتظر مثلا فتره قد ايه عشان النتيجه بيبان؟ بتعمل على جزء صغير، لو بان اي رياكشن في خلال وقت معين هي بتحدده على حسب درجه الجلد، الوقت مش ثابت برده. تبدا هي تعمله. على فكره حتى درجه الحراره يمكن برضو دي حاجه جديده في الجهاز، انت فتحتيها وكنا نسيت اقولها. ان الليزر عامه مش بنقدر نتحكم في درجه حراره البيم اللي خارج، لكن هنا في الجهاز بنقدر نتحكم في درجه الحراره عشان كده بيسبب حروق. تفرق في ايه بقى؟ تفرق ان البنت البيضاء غير القمحويه غير الخمريه غير السمراء، كل واحده من دول ليها درجه حراره، كل جلد يستحمل درجه حراره بالزبط. معينه. فلو احنا قدرنا نتحكم في درجه الحراره واحنا قدرنا نتحكم في ايه؟ في درجة يعني ده من واضح ان الكواليتي كنترول بتاعته عالية جدا. الماني الجهاز الماني، احنا عارفين ان المانيا بشكل عام ما بتهزرش في اي برودكت بتعمله. فالجهاز كله الماني، كله الجهاز ابروفد زي ما قلت لك، الاول من نوعه اللي بيتحكم في كل حاجة. وزي ما انت بتقولي بالظبط الكواليتي كنترول بتاعته عالية جدا جدا جدا، وده بينعكس على المريض ان المريض ما بيحصلوش حرق، ما بيحصلوش اي تشوهات، بيبقى سيفتي المريض عليه. ودايما ده اللي احنا بنجري وراه في جريس بشكل عام، سواء في السمنة والنحافة، سواء في الجلديه، سواء في اي حاجه احنا بنعملها. سيفتي للمريض، امان ومراحه واطمئنان، وكمان النتيجه ترضي المريض. والنتيجه ترضي المريض، ما هو مش هترضي المريض الا اذا كان الجهاز معتمد، الا اذا كان الجهاز فيه كنترول كويس جدا، الا اذا كان اللي شغال على الجهاز حد بتدرب فاهم كمان عليه كويس جدا. ما هو اكتر من حد اخصائي بيشتغل عليه، مش بقول حتى حد خريج، مش بقول حتى حد مساعد. لا ده انا بقول حد فاهم جدا هو بيعمل ايه. واصله لك؟ بس اكيد الناس وصلت لها المعلومات دي، واكيد هي مهمه بالنسبه لهم كمان، لان هم احنا في فصل الصيف وطبعا في كمان وعرايس وحاجات وافراح، ويعني فالمهم ان احنا في ازاله الشعر دي بتبقى مهمه جدا جدا طبعًا. لانها بتبقى وبعدين في حاجه كمان يمكن هقولها، الجهاز نفسه عليه اوفر تقريبا 50% بمناسبه ان هو لسه الجديد، وبمناسبه ان احنا لسه في اوبننج وطبعا دخول الصيف، وكمان دجلويه كلهم اعضاء وادي دجله ليهم اوفرز 60% مش 50%، يعني كل الكلاينت العاديين 50%، وادي دجله 60%. وكمان احنا في ايفنت ان شاء الله 10 8 كنت عايزه اسال حضرتك على الايفنت بالظبط يوم 10 8 في ايفنت في وادي دجله، احنا هنكون هناك واحنا اوريدي موجودين دلوقتي في دجله
دجلة اكتوبر في دجلة اكتوبر موجودين، بنقدم اوفرز هايله جدا 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 لكل اعضاء وادي دجلة، الخمس فروع مش فرع اكتوبر بس. طبعا بيبقى الدخول بس بالكارنيه وخلاص، وبياخد اوفرز مختلفه سواء على الكشوفات على الجلسات على اي حاجه احنا بنعملها. بس انا حبيت انوه عنها يعني. ده حاجة مهمة جدا، وحاجة طبعا يعني حضراتكم بتقدموها ده يعني عروض بتبقى كويسة جدا بتفيد، ومتغيرة اسبوعيا برضه، بتغير العروض اسبوعيا. طبعا طبعا كل الكلام كل الديتيلز ممكن تبقى موجودة على الفيسبوك بتاع السنتر، موجودة يعني صفحة البيج الخاصة بي السنتر السنتر مركز جريس مكتوب بالانجلش مركز جريس سنتر اي جي جريس سنتر اي جي يا جماعة، خشوا عليها وطبعا هتعرفوا تفاصيل كتيرة جدا. وأكيد كمان لما بتبعتوا أي أسئلة للدكتورة احنا هنا بنحاول نرد كل أسبوع على حلقات على أسئلة المشاهدين على الصفحة يعني على الصفحة. بما إن احنا جبنا أسئلة المشاهدين، اسمعي لي هسأل حضرتك سؤال عشان برضو محدش من مشاهدينا يزعل. احنا بنجيب من أسئلة من صفحة مركز جريس وكمان من على صفحة برنامج طبيب اليوم. معانا مدام سماء بتقول لحضرتك عندها 32 سنة وعندها ولد عمره 5 سنوات، بعد ولادته وزنها زاد 18 كيلو والدكتور قال لها لازم وزنها يقل علشان تقدر تنجب مرة تانية، وعايزة تسأل عن الاشتراك في الأكاديمية والحجز. تمام. 18 كيلو بس خلينا واقعيين، مش محتاجه تقعدي في الاكاديميه يعني، الاكاديميه محتاجه حد. الاكاديميه هي عباره عن مصحه لعلاج السمنه، نشرحها للناس برضه. الاكاديميه عباره عن مصحه لعلاج السمنه الموضوعيه السمنه الكليه، لكل حد وزنه بيتجاوز ال 20 30 كيلو، او لكل حد ولا يستطيع التحكم في نفسه لنزول الوزن. طبعا يمكن احنا برضه اول ناس بنعمل ده الحمد لله. طبعا لكن مش شرط ان اي حد عايز يدخل يدخل. انا شايفه 18 كيلو مش مستاهله، لانك ممكن في شهر ونص تنزليهم 18 كيلو 18 كيلو في شهر ونص. طبعا طبعا ما فيش مشكله دايت ولا اجهزه طبعا. هي اكيد عندها سمنه في بطنها فهننزل محيط البطن، لان انا عايز اقول حاجه بس، لان انا واهت لحاجه مهمه جدا ان هي عايزه تنجب، فده بالتالي ليه علاقه لازم انزل ال 18 كيلو دول علشان عايزين نقول حاجه ان السمنه الموضعيه بالذات سمنه البطن عند السيدات بتؤثر على الانجاب، لانها بتتعارض مع بعض الهرمونات الموجوده في الجسم. فاحنا لازم نقلل محيط البطن مع نزول الوزن، لان طبعا لا يشترط ان انا انزل 18 كيلو ان بطني تنزل. خلي بال حضرتك ان السمنه كمان سمنه البطن ليها علاقه بالتكيسات المبايض. هي ده اللي انا اقصده على فكره فعليا، تكيسات المبايض، فده بيقلل فرص الحمل. هي مقلله بس هو ده طبيعي يعني. لكن ده المدخل بالزبط. المدخل لتكيس ان يبقى في بطن، فلازم البطن تقل جدا مع نزول الوزن. فلو قدرت تنزل في شهر بس 10 كيلو يمكن ده اللور ليميت، مع نزول بطنها 15 20 كي 20 سنتي يبقى خلاص، يبقى كده حلت القصه من غير ما تخش من جهاز هايفو على حسب جهاز واحده الترهلات. خلاص ممكن تعمل بقى النحت علشان بطنها تروح وتكمل بالهايفو بحيث انها ترجع تعمل شيبنج كامل. يعني حضرتك بتنصحي في خلال مثلا شهرين ممكن يكون ترجع لطبيعتها زي ما كان؟ طبعا طبعا شهرين ده فتره كافيه جدا. تمام. معانا حسام من الغربيه بيقول ان هو داخل الكليه الحربيه وبيقول ان وزنه متناسق بس الزياده كلها في منطقه الكرش وعايز ينزل البطن في 15 يوم قبل الالتحاق بالكليه. لا بص مش هضحك عليك، 15 يوم قليل جدا جدا، لان اوريدي النتيجه بتبان بعد اسبوعين. فانا ما اعرفش انت عايز تنزل قد ايه، بتتكلم في 10 سنتي ولا بتتكلم في 50 سنتي يا اسمه ايه؟ حسام مش محدد كمان هو كام سنتي. بتتكلم في 10 سنتي 15 سنتي ماشي، يروحوا في 15 يوم او 3 اسابيع، لكن لو بتتكلم في اكتر من كده لو كرش لا مش هقدر للاسف. في مدام تحيه 50 سنه ووزنها 95 كيلو وطولها 167، بتعاني طبعا من ارتفاع مستمر في ضغط الدم، والدكاتره نصحوها انها تنقص وزنها لانها بدات تشعر بمضاعفات خطيره. وعايزه حل سريع يناسب سنها، وعايزه كمان تستفسر برضو عن اكاديميه لتقيم بيه. هي ايه يعني 50 سنه 50 سنه ووزنها 95 كيلو. كتير جدا. طيب بصي مدام تحيه، احنا لازم طبعا اشوف حضرتك، ولو مش هقدر اشوف حضرتك يعني الاول لو اشوف حضرتك احنا بنتكلم في تقريبا زياده تقريبا 30 40 كيلو. طبعا حضرتك لو عايز تدخلي الاكاديميه ده يفضل ليكي، لان انت محتاجه وزنك كله ينزل مش بس سمنه موضعيه، علشان مضاعفات الضغط، وعلشان هو الاكاديميه اكيد هيبقى متابع الدكاتره مع الضغط والسكر وكل حاجه مع انقاص الوزن في نفس الوقت. بيجي حد يبص عليها لكن مش موجود 24 ساعه. احنا لا نستقبل الحالات الحرجه يعني احنا مش مستشفى، احنا مكان علاجي. لا انا قصدي الدكتور بيكون متابع مع السمنه المفوطه، بيتابع بنفس السكر والضغط. انا شغاله في تناسق مع الدكتور بطني، علشان اللي عنده سكر اللي عنده ضغط بعد ما بيخس 10 كيلو او 8 كيلو بيبدا يغير العلاج، بيبدا يقلل جرعاته، فطبعا بيبقى في حد بيراعيها. بشكرك نورتينا دكتور النهارده، شكرا جزيلا. دكتور اسراء عبد المنعم جوده، اخصائي العلاج الطبيعي والتاهيل وعلاج السمنه والنحافه، وعضو الجمعيه البريطانيه لدراسه السمنه، نورتينا يا دكتور.
اشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من طبيب اليوم، والى اللقاء.